بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، العديد من الحملات تدعو للتبرع بالأعضاء وتقوم بتنشيط هذا الاحتياج من وقت لآخر، ومثل ما هو معروف خلال سنوات قادمة مشاهدينا تتوقف بإذن الله تجارة الأعضاء، وأي دول بتقوم ببيع الأعضاء بيكون عليها إلزاما طبعا معاقبات قانونية. والمملكة العربية السعودية من دول العالم اللي يفترض يكون عندها حلول لإيجاد حلول جذرية مستقبلية للمرضى المحتاجين للزراعة. مشاهدينا، الحديث أكثر عن الاحتياجات الجديدة للمتبرعين، معنا في الاستوديو الدكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء. مساء الخير دكتور، حياك في سيدتي. مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بداية دكتور، بحسب طبعا قراءاتنا بأن نسبة التبرع من قبل الأشخاص، يعني مشاهدينا اللي خلال حياتهم بيمضوا أو يعبوا هذه الوثيقة، صارت أكبر من السابق، لكن نسبة المتبرعين الرجال أكثر من النساء، صحة هذه الأخبار؟ هو لا شك أنه المتبرعين من الرجال خاصة الحوادث أكثر في الرجال أكثر من النساء، وبالتالي سيكون المتبرعين عادة أكثر ما بعد الوفاة. لكن أثناء الحياة الحقيقة نجد أن المتبرعين من النساء ربما يتوازوا مع الرجال، وربما يكون أكثر نتيجة العاطفة، وهذا ملحوظ في المملكة ولوحظ أيضا من التبرعات داخل المملكة، فربما هذه ملحوظة جيدة. غلبنا الرجال دكتور، كويس. صحيح صحيح، يمكن العاطفة تلعب دور. وأيضا بالنسبة للرجال في يمكن تكون ما بعد الوفاة يكون من الصعب أيضا التحمل أن يتبرعوا النساء أو الأهل يتقبلوا تبرع المرأة، لكن ليس في كل الأحوال، ولكن لدينا كثير من النساء أيضا منهم من أهليهم من تبرعوا بأعضائهم للمحتاجين. من ملاحظاتك دكتور، مت يعني بأي وقت تكون أكثر الحالات تبرع؟ هل الشخص هو بكامل صحته ممكن يملأ الوثيقة، أو مثلا سواء رجل أو امرأة على سرير المرض، أو بعد الوفاة الأهل مثلا هم اللي يوافقوا على التبرع؟ أي أكثر نسبة تبرع بالنسبة لكم في المركز وين؟ هو لا شك أنه الوثيقة هو حث على التبرع، وأيضا نشر مبدأ التبرع ما بين المجتمع ككل، ولكن من يتوفر فيه إمكانية التبرع قليلة جدا. يجب أن يكون إنسان متوفى داخل عناية مركزة، يتوفر فيه شروط كثير جدا اللي هي الوفاة الدماغية. نعم. وهذه لا تتوفر إلا في أناس قليلين جدا دخلوا عناية مركزة، يكونوا على جهاز تنفسي، في فحوصات كثيرة جدا تتم لهم للتأكد من وفاتهم الدماغية، وليس كل متوفي متوفى أن يكون متوفى دماغيا. نعم. وبالتالي لا يصبح كل متوفى أن يكون متبرع، وهذه ربما المعلومة لا يعرفها الكثيرون. طب وبالنسبة لنا أكثر الأعضاء المتوفرة في مراكز التبرع في المملكة؟ هو لا شك أكثر الأعضاء المحتاج اللي نحتاجها هو الكلى، لأن مرضى الكلى كثيرين جدا، يمكن الحفاظ عليهم. 70% من احتياجاتنا للأعضاء هو الكلى، يمكن من بعدها القرنيات، وبعدها الكبد، ومن بعدها القلب والرئتين والأمعاء. المتبرع الواحد ممكن أن يعطي لأكثر من 7 مرضى محتاجون، يعطي الكلى أعضاء مختلفة، الكلى والرئتين والقلب والأمعاء والكبد والقرنيتين، وهذه طبعا إنقاذ لمرضى محتاجون، وعلى ربما بعضهم إذا لم يعطى عضو في وقته سيتوفاه الله. طيب دكتور، بالنسبة للتبرع بالأعضاء، يعني ذكرت الآن أن في ما شاء الله يعني مجموعة كبيرة من أعضاء الجسم ممكن الشخص يتبرع فيها بعد الوفاة، لكن هل أي عضو يتم التبرع فيه يصلح للزراعة؟ مثلا القلب يمشي مع أي شخص، ولا لازم يكون فصيلة دم محددة أو إلى آخره؟ القرنيات، الكبد إلى آخره؟ هو الحقيقة سؤال جيد وأشكرك عليه، أنه ليس كل، أولا يجب أن تتوافق الزمرة، تتوافق زي كما هو في الدم، في نقل الدم يجب أن تتوافق الفصائل الدموية، الفصيلة الدم O تعطي ل O أو تعطي للجميع، وأيضا ال A يعطي ال A، ال B يعطي ال B، ال A B يعطي ال A B، لازم تتوافق فصيلة الدم. وأيضا هناك بالنسبة للكلى يجب أن يكون ما يسمى بالكروس ماتش، الليمفوسايت كروس ماتش، أو التوافق النسيجي أيضا يكون متوافق مع بعض، وبالتالي هناك مرضى على قوائم الانتظار كثيرون. يأخذ الدم، عينة الدم، وتتوافق الأنسجة مع أكثر من مريض، عندما يكون فيه توافق أكثر يختار المريض التي يتوافق مع المتبرع.
نعم. وبالتالي هي عملية معقدة وليست بسهولة، ولكن هناك مرضى كثيرون على قائمة الانتظار، وبالتالي من السهل الحصول على مريض محتاج. طب أنتوا بالنسبة لكم كمركز سعودي لتبرع بالأعضاء، هل أنتوا فقط تلبوا لأن مثل ما ذكرت في مثلا أعضاء تكون موجودة لكن مثلا غير مستخدمة، أو ممكن يعني هل في تنسيق مثلا ما بينكم ودول أخرى محتاجة ما بين المراكز تحديدا، أو إلى الآن ما وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لا، الحقيقة وصلنا لهذه المرحلة وربما أكثر من هذه المرحلة. نحن أولا كفكرة عامة ليست مراكز زرع الأعضاء على مستوى العالم تلبي الحاجة الكلية، فكل 10 مرضى محتاجون واحد منهم فقط يزرع له على مستوى العالم. في المملكة ولله الحمد ربما تكون الفرصة أكثر شوية، يمكن كل 10 مرضى 2 مرضى إلى 3 مرضى يزرع لهم. ليس هناك زيادة في الأعضاء، من النادر جدا أن يكون هناك زيادة عضو ولا نجد له مستقبل. نعم. وهناك قوانين تحدنا من أن نفرط في هذا العضو، يمكن أن نعرضه على بعض الدول المجاورة مثل الكويت ومثل قطر والبحرين إذا لم نجد مستقبل له هنا، وبالتالي أيضا إذا كان لم يجد لديهم مستقبل يرسل لنا هذا العضو ويزرع في المملكة، وهذا حدث كثير جدا. لدينا كثير تبادل أعضاء ما بيننا وبين دول مجلس التعاون، الآن وصلنا إلى ما يقرب من 230 عضو تبادل أعضاء ما بيننا وبين دول مجلس التعاون. بحسب محركات البحث المملكة في المركز الرابع على مستوى العالم في زراعة الأعضاء. أين؟ صحيح؟ زراعة الكبد. أين؟ في زراعة الكبد تحديدا، حدثنا عن هذا الإنجاز. هو لا شك أنه الزراعة من الأحياء المملكة إنجاز كبير فيها، لها إنجاز كبير، ربما نكون الدولة الثالثة على المستوى الكبد والدولة الرابعة ككل بالنسبة للأحياء، وهذا إنجاز لا شك أنه متقدم كدولة متقدمة، ربما تسبقنا الكوريا الشمالية، كرواتيا تسبقنا تركيا، ونحن الدولة الثالثة على مستوى العالم بالنسبة للأحياء، خاصة بالنسبة للكبد. المملكة لديها خبرة كبيرة بالنسبة للتبرع من الأحياء، بالنسبة خاصة مستشفى الملك فيصل التخصصي، مستشفى الحرس الوطني، مستشفى الدمام المركزي، لهم باع كبير في بالنسبة لزراعة الكبد من الأحياء، وإن شاء الله نحن نتوقع أن نحن نصل إلى مصاف أعلى من الدول، أعلى من مقاما في زرع الأعضاء على مستوى العالم ككل. هذه النسبة ربما يشهد لها على مستوى العالم بأن المملكة أصبحت من الدول المصنفة في زرع الأعضاء من الدول المتقدمة جدا، لكن ما زال لدينا قصور بالنسبة للمتوفين دماغيا. نحن المرتبة 44، ربما السنة هذه يكون وضعنا أفضل بكثير، ربما يكون نصل المرتبة 37 على مستوى العالم، ولكن ما زالت الحاجة كبيرة، نحتاج إلى جهود أكثر. لهالسبب ممكن دكتور دائما في حملات مستمرة للحث على التبرع بالأعضاء. صحيح. بالنسبة لكم كيف تأثير هذه الحملات على الأفراد المجتمع؟ هل فعلا في تحسن من سنة إلى أخرى أو من حملة حتى إلى أخرى؟ لا شك أن لها مفعول جيد، حملات كثيرة أقيمت، الآن في حملة الموجودة في المنطقة الشرقية لها، وحملة من أحياها لها، يعني الحقيقة حملة لا شك أنها لها مفعول فوري، أعتقد أننا أستطيع القول بأنها مفعولها فوري على التبرع بالأعضاء في المملكة. لدينا شاهدنا في الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي طفرة كبيرة في زرع الأعضاء في المملكة، متبرعين ربما لم نشهدها من عدة سنوات، من أكثر من 20 عام، في هذه الزيادة بالنسبة لقبول التبرع وزراعتها داخل المملكة. هناك حملات أخرى لا أغفلها أيضا، حملة من أحياها والتي استمرت أيضا في عدة جامعات داخل المملكة، في حملات كثيرة أقيمت في جدة، في الطائف، في الرياض، في، لكن الحملة الأخيرة هذه ومن أحياها حملة مميزة الحقيقة، لأنها أولا ستستمر لمدة عام، حملة لها منظومة أخرى، منظومة ربما عالمية وليست فقط عالمية، ربما لم يشهد العالم ككل
فيها أكثر من مداخلات، فيها تضم طبقات عديدة من المجتمع. أكيد طبعا. لكن دكتور سؤالي الأخير وعلى عجالة، في حال شخص رغب بالتبرع كيف يتوجه لكم وإيش المطلوب منه بالضبط؟ ممكن أن من مكانه يتبرع من عن طريق عن طريق النت، ممكن أن يدخل على شبكة التواصل من خلال donor.com أو scott.com، يدخل على شبكة ويمل بياناته ويطلع له الكرت اللي هو شبيه لهذا الكرت، اللي هو الكرت هذا. هاي بعد إذنك دكتور، تفضلي. عن طريق طبعا تعبئة هذا الكرت أو هي. مجرد ما أعبي الأبليكيشن على الإنترنت، أملي الأبليكيشن يطلع لي الأبليكيشن، ممكن يطلع لك أنت تسوي برينت له ويكون موجود معك هذا الكرت، وهذا يعتبر أنه هو كدونر كارد. أكيد. هي. أو أنه عن طريق المستشفيات الزارعة في لديها كروت أيضا، ممكن الشخص نفسه يكون متبرع بهذا الكرت. نعم دكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا فعلا كثير حملات تتشجع على التبرع بالأعضاء، وفعلا سبحان الله ممكن يعني حتى حصل للشخص بعد الوفاة أنه ينقذ حياة شخص أو أشخاص آخرين. مشاهدينا فقراتنا في سيدتي طبعا مستمرة، لكن بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع أمنيات المشاهير للعام الجديد. لماذا تحولت رائدات جدة إلى لاعبات كرة سلة؟ كواليس النجوم في المهرجانات والمحاكم. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، علاج جديد لتوحيد لون البشرة وإعادة النضارة لوجهك.